أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تحقق إنجازات تعليمية متميزة بفضل الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة. جاء ذلك لدى استقبال وزير التربية والتعليم بمكتبه رئيس المجلس الوطني بجمهورية السودان الشقيقة الدكتور إبراهيم أحمد عمر والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين، حيث قدم سعادة الوزير عرضا حول المسيرة التعليمية في المملكة وما تبذله للارتقاء بمخرجات التعليم والتعليم العالي من خلال مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، كما استعرض خصائص جائزة اليونسكو الملك حمد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم وميزاتها، والتي حققت إنجازات كبيرة كانت دافعا للتجديد لها لدورة جديدة مدتها 6 سنوات. وعرض الوزير تجربة البحرين في تطوير التعليم الصناعي بالتعاون مع اليونسكو، حيث استفادت منه 13 دولة في العالم باعتبارها نموذجا للمناهج المطورة. زيارة الطيبة الكريمة لهذا البلد الكريم، قمنا اليوم بمقابلة معالي السيد وزير التربية والتعليم الذي مقدم لنا شرحا واضحا للتعليم في مملكة البحرين الشقيقة. والحمد لله يعني وجدنا أن التعليم في البحرين تعليم ممتاز، وأنه يعنى ويقدم لجميع أبناء البحرين. لا شك أنه التعليم في أي بلد من البلدان هو عنصر التقدم والرفاه بالنسبة للشعوب، وكذلك سعدنا بما علمنا من أن جلالة الملك شخصه يرعى هذا التعليم ويقوم بالاهتمام بأبنائه وبناته التلاميذ وأبنائه وبنات الطلاب في الجامعة. فهذه العناية من جلالة الملك تؤكد أن رأس الدولة يهتم بهذا المجال، ونحن كتربويين سابقين وأنا شخصيا قد كنت وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في السودان أرحب بهذا هذه الرعاية الأبوية من جلالة الملك ضيافة. ولذلك نحن نقف كمربيين وكتربويين مع التعليم في البحرين، ونؤكد أن التعرض للمدارس لا يليق بأي إنسان حضاري محترم في هذا العصر. أما بخصوص جائزة جلالة الملك، فإحنا إن شاء الله أيضا نعتقد أنها هي نوع من التشجيع للتعليم، وهي نوع من أخذ الناس بالطرق الحضارية للاهتمام بهذه المجالات.